هاي امير. هاي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه قوي ان انا معاك لتاني سنه. ايوه مبسوط اني شفتك بجد. وانا كمان لابسه بيربل كل سنه، كل مره يجي يلاقيني لابسه بيربل. في ستيتمنت كده رهيب. طيب احنا في الدوره ال 44 لمهرجان القاهره، قول لي ايه احساسك؟ الكراود كده قادر مش قادر؟ ممكن تقول مش قادر عادي. يعني انا مش قادر، مش عشان المهرجان، عشان انا بقالي 4 ايام مسافر من بلد لبلد. أوكي. فما نمتش، بس لا متحمس جدا. والف مبروك الاستاذ حسين فهمي وكل فريق الاعمال ورا المهرجان. فخلينا نشوف بقى النظام هيبقى. انا كمان اكسايتد، تعبانه من الامتحانات بس اكسايتد. لا ربنا معاك. طيب احنا هنلعب لعبه سريعه كده اسمها علاقاتي. هسالك على علاقتك بنفسك وعلاقتك باصحابك وعيلتك وعلاقتك بشغلك. اوكي تمام. طيب اول حاجه قولي تو وات اكستنت بتكونسيدر يور سيلف سيلف اوير. سؤال تقيل قوي. الى اي مدى بتحس ان انت عندك وعي بنفسك؟ عندي وعي بنفسي. هقول لك، خد مني وقت كتير ان انا يبقى عندي وعي بنفسي، بس ممكن اقول اخر 4 سنين بدات افهم نفسي ان الشغل مهم جدا، بس الراحه اولسو مهمه، والناس اللي حواليك اللي في ظهرك مهمين برضو. ف يعني الهيلث از ويلث، ده اكبر من اي حاجه، وجمله مهمه قوي دلوقتي في الحاله اللي احنا فيها. ده حقيقي. طيب قول لي حاجه اتعلمتها من صحابك وحاجه اتعلمتها من اهلك، ممكن تكون نصيحه، ممكن تكون فاليو، ممكن تكون اي حاجه راندوم تيجي على مخك دلوقتي. من اهلي الصبر. اوكي. الصبر كل حاجه هتيجي في وقتها. من صحابي ما بتعلمش اي حاجه من صحابي صراحه. انت الضحكه اللي قبل من صحابي. كل صحابي هم يعني كلهم في البلاله، بس الحمد لله بحبهم. طيب علاقتك بشغلك، خليني اسالك ازاي او مش ازاي، ايه الفاليوز اللي انت بتحاول توصلها للناس ثرو الاعمال اللي انت بتعملها؟ دور على شغل يعني مهم بالنسبه لك، وكمان الرسائل ورا الشغل ده. انا بالنسبه لي الادوار اللي انا بختارها كلها فيها مسج ورساله. ايفن اف اتس حاجه لاف ستوري، مثلا فيلم هاشتاج جوزني، فيلم لايت رومانسي كوميدي، بس بيبين قد ايه لو واحد بيحارب على حاجه هو عايزها، دي حاجه ايجابيه. يو دونت ستوب انتل يو جيت وات يو وانت. بس وفي اعمال تانية بعملها ليها علاقه بالمناخ او ليها علاقه بال، بتكون فيها awareness اكتر من society بالظبط. اوكي احنا خلصنا، كان نفسي اكمل. ايوه مستعجليني النهارده. ماشي ثانك يو سو ماتش يا امير. ميرسي ميرسي.